اهلا بكم اصدقائي. النهاردة في فيديو جديد عندنا موضوع اللي هو تيجي تقص مثلا فيديو يقول لك هذا الملف غير مدعوم، او تحطه على كين ماستر يقول لك برضو نفس الحكاية. هوريكم ساد دلوقتي، خش على الاستوديو او زي الفيديو ده هنيجي نقصه. قال لنا الاقتصاص غير مدعوم لهذا الملف، او نيجي نحطه على كين ماستر يقول لنا هذا الملف غير مدعوم. الطريقة دي هنحلها ازاي؟ اولا هنحمل البرنامج ده من رابط الديسكريبشن. بعد ما هنحمله نخش عليه، بعدين ندخل على الفيديو ندور عليه. اولا ندخل على الفيديو ده مثلا وهندوس على دي اللي هي ام بي 4 وندوس تحويل، بعدين هندوس حفظ الملف. بعديها نستنى لغاية ما يخلص. انا هقطع الفيديو دلوقتي ولما قبل ما يخلص ارجع لكم. اقول لكم تاني اهو خلاص قرب يخلص، هنستنى لما يخلص. خلاص خلص، هنطلع بقى من هنا وندخل على الاستوديو تاني. هنلاقي في ملف جديد اللي هو فيديو كفرت، ندخل عليه هنيجي نقصه بقى، هيتقص عادي وكده. الفيديو يكون انتهى. ارجو لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.